وريس ما فلا عبد الملك الشيخ موسى علضون أيام أنت دبوا هلي حرية ديسي كدي مدلل بسنا وكحرنا حبسك عبد الملك الشيخ موسى علضون وحوي الشيخي إن أنتوا حبسك كجري لقر شيء إن كيسس قال أوان والله هين ده كذا الله صاروا سي أيو سي ديراتو حبسك يسوي هين تيسو بل سو كسو بدبادي عبد الملك الشيخ موسى علضون وارمها سكة هلايا وحوي جهرنتي كور بحية مراحل كيك لدونا وصو مري حرقيسو ما أنت تاريخ دوا سديد يلا بعتنك بيش الشناد كنا أفر بقول أفرتني أفر هجرية كنا بيجن لبي يلا بعتنك بيش لبي يتبناد يلا بدو كنا لبي يلا بعتنك وأرورنيمو خميسة وحن هالكن كتشيدين يا إريجي كوسابسن صوب حستا أنساك كصوب حي حبسجا صدح قضب أيان قيبنا يا إريجيجن مديوا مهدنق مدينة وحوي وحكو سابسن تاي تشال كسيد أنكو قلاي بلا ولا رماد أرماها تشال كلا حريرة قضب كود بيانا وحو كهض ليا كتابا وإلى هاي سود تشين أن لكو حكومي ولا يراد حرك عقاب تجود هدي أنكو بلابه مهدنقا الله بانو مهنقيا إله ما هذا دنا يسوي سكلي هاي أيانو مهنقيا إله خير كأي قدري أيانو مهنقيا إله قدرين إن شالك قالوا أيانو مهنقيا إلهي إله أق وحقيق خير كأه أيانو مهنقيا إله ما أنت إسوس صاري أيانو مهنقيا إله مسلم كي قدري أيانو مهنقيا إله سواء كبر أيه إنه آخرية دون با إن حريستو إسقى ما هذا رن إسكاله اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك فلك الحمد ولك الشكر لا شريك لك دت كانوا ما هذا نقيه وحكم ذا هو يضي وإن لا تشوكته الكاسي تاجنت هاي هوي إلهي خيرك وقاب المريض جزاك الله عني خيرا إلهي خير هيك كأبا المريض وقضى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إلهي وحو يريه سيدوك لا وقل ربي ارحمهما كما ربياني صغيرة إلهي وحن كبري هو يدين ونحرسته دنبي قيدة دافو رالك النقضة آخرة ويقرب تاغنيد انت عن حدنا الا يرانتي وحوي اساسي يقرب تاغنيد الا اني قو هدا انت هاتشرنا ويقرب تاغنيد وحوي الهي خير هاكو ابال مريو ورور بوكو هاي حرقيقو لكن ما انت حوي ويفرح سنت هاي وانا الى تشوكتا وحنو ما هنقى يا سيدو كلا حاس كيقا ويدونا ان بدن صور دبرا ديكتاي يدنا وحن لايه هاي واد ما هنسنت هاي الهي خير هاكو ابال مريو سيدا دي قرب شتاكتي وحن أمها النقية لبدا قف كدب أهل كيقة لما أنتود وأنك لا سوع لهين حك تديدة لما أنتود أنك لا سوع لهين ومدو البابا كارين وكلها مناسبة دا كقة يون منو هدان مقعيدة دادك احتريو لكن وحوي أهل كي حك تدا قرب كيقة أها مهنقة يقوله وانو مهنقة يا مهنقة ودن بي وحوي ومهنق قود قف والبا ماشو دونها تشوغو كالنتو دونا وحو دونا هاي قبتو مهنقة يقوله معروف كاي سميي وان ام مهنقة يا الهينا وحنو قبر يا انو ارنكا اي قبتين الهي خير انو قابل مريو وحوي انا نوغا هيا انا نوغين با وانو مهنقة يا كدب waxaan u gudagelayaa xarigaygii siduu ku bilaabmay intaan la soo xirin walaalayaal waxa aan ka hadlayay bilihii ugu dambeeyay intaan la soo xirin dhagaraha gaalada iyo dhibta ay nagu hayaan iyo inaynu ka digtoonaano dhagar walba iyo xumaan walba si kooban hadaan u sheego waxa aan ka shaqeynayay wanaag farista iyo xumaan reebista ilaahayna faray إلهينا وحو يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كنتم خير أمة أخرجت للناس
تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. أمانتا أينو أمان أينو كل النهاية ووناجا أينو فرنو حمانتا أينو ريبنو تسوّاتي بنقوة إن أينو حمها يسمينو أنا بليه جدا بيا رمها كهل لي أيا وحا كام عدا برواقو وحفلة قبصتي كهل لي مسبيحي أو شبكة دابارسي دوكسي دابارسبا أماني أو تاجري وحانو شاقي إن هالكاسي لغو هيو وح إسلام لماذا إيا مسلمين تاودان عيو شاقي وحي هايد مركا وهادلي تاريخ دو لحية طبانك بيش سديداد لبدا كوني يكوبي يلباتنك أنا ولا مالين كدي بيان هادلي أنا قو أرهن كاكا هادلي مدحويني وحو شاقي إنو بوغضي ويساقو سواركي وحان لدي مدحويني أدوغو مدير وكوبان أيات توقتي marka meesha waxay u baahan tahay gudi hubisa ayay u baahan tahay sidaasana dhig waxay u baahan tahay meeshaasi cid yaani muxuu hayay soo hubisa waxay muxuu hayay qabanayso waxaad ogaan kartid maaha waxaan kala waan sheegay markii aan ka jawaabay arrinka in dhaqaalaha ay bixinayaan ee uu ku amaanay iyaga inay dani naga leeyihiin baan arkay sababtoo ah hooyo gaalka Ilaahay baa sheegay inaannu muslimka dan yaani wanaag u wadin anigu waxaan war lacagtan ay bixinayaan dan bay naga leeyihiin hal iska hubiyo oo ubadkeena inay u dhigayaan hal hubiyo bas meesha hal hubiyo hal la socdo baan arkay nuxurka weedhaydu saas ayuu ahaa waana duubantaa مالن كدب مركي اي تاريخ تو 19 كي بيش سيديدا 2022 كا ولاي سو خري مركي بو ولاي سو قبتي وها وهي ايدا لي جيدي انت برول لي غسو خيه ما ديره لي غيه كدبنا هلكان ان كو دنبيي ايدو ايا لي جيدي ايدا هاسي وهي هيد واحد عيبايسي دغسغا بارسو واحد ورر بين ابورا كفافيسي دغسغا بارسو وايي وحي يراهدين عديمان كو هينا عديمها اي هيين وحي كانين دد يراهدين وا والدين تا دغسغا بارسو او جو تاغن ان ييهين مرق مرق ايغا مرق ايغا دنا اسلام مركانا ديبنيال والدين تا وها لوو شيغي مرق يو ديبنيال مرق ايغا دنا يو ديبنيال ساي سو قبانيسان انو ما غارني قفكو ديبنيو غرتي لكن مرقبان كوكو نغانا يا دبانا كيسو كي يحي والله يكيني داد كاس وحكالو الله يكيني عدين وحل يقولي موقال كي آد يعني كتوابي سي اي عدين كوا ايو باريه وحيق قريبا انتا سا عدين كوا انا قونا عدين تهيد بان كيني انا قونا عدين تهيد بان كيني وايا وحن انا قو عدين انا كيني aan cadeyn ka dhigtay aayadaha quraanka kariimka ee ka hadlaya inaanay gaaladu wanaag la doonin muslimiinta wax khayr oo wanaaga inaanay la doonin baan cadeyn u keenay sababtu waxa laygu eedeenayaa waxa gaaladii baad ku tiri muxuu ahaa wanaagii wanaagina lama rabaan annagu waxaan idhi aayadahaasa cadeynaya inaanay gaaladu wanaagina la rabin oo ay u jeed leeyihiin markay muxuu ahaa dugsiyo inoo furayaan iyo markaynu ubadkeena inagoo aan kontroolin aynu ku sii deynino aayadaha sankeen waxaan kala keenay aayado ka hadlaya in aanay gaaladu joojinayn la dagaalka la dagaalanka muslimiinta ilaa ay ka saaraan diintooda hadii ay karaan waxaan keenay aayado sheegaya ama ka hadlaya in aanay gaaladu jecelayn muslimiinta waxa kamid ah aayadaha aan keenay maxkamada horteeda ee aan cadeynta ka dhigtay ilaahay baa marag laga dhigtaaye iyo hadalkiisa a'uudhu billahi minashaytaanir rajiim ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم إيوه ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا إيوه ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم انتاس أيان آيات هاس
أيان كاني يو آيات دورانيسا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم وحنكلو كاني عضيمها يا عضيمكري وحنكلو كاني نلا يرادو كوبر أندرسون كوبر وكوعانا يعني فلك قوملوت كاينو سمييو إنه دوكسيجا صوب بغضي وأرديد اللوجسي دحداي وأرديد اللوجسي دوي مناسبة إنت لقبتي أرديد هو هاي لدحدقي أو خد بدي أو تاريخ ده دوجش كي وأنا اللي تصالة أساس مية ونك سنين مقالة دي من كسر بندقنا برو شكتر أيا نكسر بندقنا مقالة عدين إني كاس إنه ماشى قلي وأيا هاي دي نانو قلين وحنو صوب بندقنا وأنا عضيمها محكمة ده كهني gabadh gudoomiye ka jaamacadda barwaaqo oo leeyahay Joy Ciisa gabadhaasi waxaanu keenay Twitter baanu keenay qoraal ay qortay oo kaniisadii soo dirtay ay qortay oo ay leedahay waxaanu u ducaynayna Joy Ciisa oo Soomaaliland u tagtay hawl diimeed baanu keenay inkastoo kaniisadii markii dambe ka saarto ay tiri arrimo yaani nagu mashquulaha gabadhani oo si khaldan buu qoraalku nooga baxay ayaanu keenay labada qoraal boona keenay waxaanu kala maxkamadda keenay gabadh leeyahay Christina Bowden oo ka dhigta jaamacadda Barwaaqo oo macallimada oo u walaalaysa yaani LGBT waliba qaybta tiida oo ah isxawilida in ragu rag iska dhigaan dumar iska dhigaan dumar ku rag iska dhigaan sawirradeedii iyadoo maxay calankii maxuu ahaayay dadka LGBTQ+ iyadoo ku xardhan baanu soo bandhignay madama anaga kana laayadeen in anagu waxaan ino Britaniya ayaga dee ayaanu nidi maxkamadaanu arrimaha wax arrimaan idin kala hadlay wax weeye waa waxaanu maxkamadda muxuu ahaayay aanu geynay inta iyo in kale ayaanu soo bandhignay maxkamaddu go'aan bay soo saartay laba go'aan bay soo saartay wax weeye markii ay isu kaayay eegtay labadeeda dhinac waxay tiri wax weeye waxba laguma laha ninkan wax dambi ah laguma laha baraa ay soo saartay inaan bari ahay sidoo kale waxay amartay maxkamaddu in la sii daayo go'aan waxa weeye in la sii daayay maxkamaddu amartay waayahay lama fulin goobtii aan joogay lama fulin oo layma sii dayn in la sii daayay ahayd laakiin lama fulin maxaa dhacay anoo ka tiinadeysan ba dib laygu celiyay jeelka asalku wuxuu ahaa marka shuruucdooda loo eego إن قفك دي مركب محاي محكمة دو أي بريكا دي كتو إنو بحو لكن لي مسي دي أدوكو سدح بلو ديو ديرات كدب محكمة دو بادو رفعان كابر لي بلا بي أو أمبيل بالا لغا تانو مقادن مركي أمبيل كالا لغا تي محكمة دو حي سو سارتي قو آن بي سو سارتي قو آن كاسي وحوها إن لبسن نو لغو حكومو يو سدح مليون ولعاقا هذا واحد عصب أو يعني كدوان عضي ما عصبنا قلادي هرمي كينين أنا قلنا واحد عصبكم هذا لأن أنتي هرم ما شجع يجونا واحد عصب مي كينين لكن هذا أنا لا بس إنه أي الله يجو حكومة وحن بيلا كمان قادنا نقول سبب توا يعني وحوي رتش كمان قمن عدالة دين هرا وحن بيلا كمان قادنا بركا وحن قوان صدقين الله بدل السنة دم يستو سد حد مليون الله يسارن يسكب حيو وأن مدة كوتش رتشل qodobka saddexaad ee walaalayaal marka inta waxaan kaga baxayaa xadhigayga horta saas waa sababtaan idinku waramayaa wax weeye aniga fursad layma siin inaan ku hadlo sababtoo ah laba dhinac baan la ku yiri ayaad eedeynaysaan ku soo eedeeyey qolada kalena warbaahintay la hadlaysay aanu xidhan oo qaarkood ku hanjabayeen inay dilayaan ama ay yidhaahdeen waa in la dilo oo waxay doonaan bay saarayeen anigana waa laysoo qabtay layma ogolaan warbaahin waan xidhnaa inta marka maanta ayuu ilaahay ogolaaday inaan hadlo oo sheego yaani muxuu ahaa siday wax u dhaceen qodobka ugu dambeeyay walaalayaal waxaa laygu xukumay kitaab aanu ilaahay soo dejin oo la yiraahdo xeerka ciqaabta iyo xeerka habka ciqaabta maxkamadda waxaan ka dalbaday garsoorihii hore waxaan ka dalbaday iyo garsooraha dambaba waxaan ku dhigay kitaabka ilaahay igu xukun marka waxaa laygu xukumay كتابا ولهي سود تشيلو للحياة كعقابته كل جينا معها كل جينا معها
هو كتاب يالله محكمة ده وضد كل حكومة ولا إلهي وحينا أمري إن يسلح حكم تقنوه كتاب كيس هي سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وحانو نقر يا بي إن يسلح حكم تقنوه وحانو سودتين وحين نقر يا بي إن يسلح حكم تقنوه وحانو سودتين إلهي وحيري بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما آيات سوحة عدينا سببت قرآن كوسو دقي وحو قرآن كوسو دقي إن أين اسكح كنو أنا حرقي وحابي قدرن يعني كتاب كان لقو حكومي وانو إني كان وانو ذي كقدرنا هذا كتاب أنو إلهي سود دقين لسكح حكومه إلهي سيدوك لو حولي بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون حكم كأن إلهي سودك وحوي وحكم جاهلية أي آيات تلمامسة مركا يا إلهي وقع حكم وناكسن دول يقين لي يا إلهي نوقع حكم وناكسن يا إلهي نوقع حير وناكسن يا إلهي نوقع شرعي وناكسن ولا ليا معد بين نقول شرعي ونكسن ومايا جوابته استفهام كاستي واستفهام استنكارية سيدوك لا إلهي وحيري سورة النور إلهي وحكوري بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون آيات أنه حيكها الله يسكو حكم ككتابك إلهي إلهي وحليه منافقين تيسوا كورمية وحي أرانيا ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا الله يأي الرسول كي سوان الرميني وانا نؤضيعنا أمر كي سنقاضنا كدبنا وابي تيسنيا ويكهر منيا ويكوك عن سيريا وكوحكا من المسلمين أو منافقين كوك عن سيريا مركي كدي بنت هاي رهدان إلهي كوا ما هاي قعان سيري وحولي كوا سي مؤمنين ما هاكوا حديدي سفة دو دو ماهي سفة دو دو حوية مركة كتاب كالا لوغو يارو ويديدان وحولي وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون هدي لوغو يارو اللي الرسول كي سسوغو حكمه سو لحدو دو حكمه وحوية ويديدين وكتشي سنيا مركا ولا لا يلدد إسلام أيين ونهاي أنا قو ساكا وحن سوو تشيدينيا وأنو سوو تشيدينيا مدحدا مدحدا إيو مدحدا قماتك إيو علمدا إيو شعبك قودهان أرهن كأنو سوو تشيدينيا عبد مالك بحبسي كسو بحيس كي لاوا لكن عبد مالك وحيدون كباقيا وار ولا لا يال حيرك عقابته أي نسكدين محكمة دهين كقادنا وأنو كبدلنو حيرك إلهي سوو تشيدي وحن كوسو جب جبيني أنا وقضية ضيد وحلا قدر جينا نسهي سنو مال سكول سهي سنو ور سكول اسمه هي سنو أشخاص جار اسمه هي سنو إيه مركل لما حكم دينا يوقف كمركل لما حكم دينا يا لقدر جينا وقضية سيان أنا وحن قبا حري جي وحصل كوا هي وحن كهال الله يحق أن شيء جيو عد والبو حق شيكته أو تاريخ ده صوم مرتي أما ولد دلاء أما ولا حرا أما ولا فوقية ولا إيريا مركا أنا وأرن كيجو ماها أرن أنا جاي جارة وحنا اللي نكون باقية إذن كدت كينن هل كان شوقة يعد اللي جاي سنة يسب ولا ليال وحوي النبي صلى الله عليه وسلم وين فرئينا إنه محمد هاي منكر كسورينه يعني مد كستاب درجة دي سجع عنها نقطة أفها نقطة قلبها نقطة مد كستاب إنتو كران كيسة هسوليو وحن مغلي إنه إسلامي أساسه دوكسيغا بارسو هي شبكة دا بارسو قود هنبا شنو ترسان رو إسلامي وركاسي تشالكو يقصو غاري أرنكا وانسو دوينيا آدي ياد بان هنتي وقو فرحي إنو إسلامو يولكا إنو لان هاي مسلمين وحوية إنو قف إسلامو لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم أيو النبي صلى الله عليه وسلم كل صحابي كم إذا صحابي
إنه علي هابان ملانية مركا إنه قف إلهي كوهانو نيو قف قرا وحي كاقو ناكسنته قيل عسعس وحي نوقو ناكسنته ديارتها الدونك أي نوقو ناكسنته إيوح كستو قالية مركا إنه محو هاي صوبتو كو إسلام ما قرنية ما إن أرن كيسان لقاها الله يأيو كو إسلامي يعني مسيكا لو كو إسلامي إساقا إنو شيك دونا لكن وحوي نكاسو إسلامي أنا مركا وان سودة وينية gudahaana walaa igu sheegay xabsiga halkana waxa weeye waxaan ka sheegay inaan soo dhaweynayo midna waxa weeye waan ku darayaa islaamnimadiisa waxa weeye islaamnimadiisu waa inay dugsigiisa waa inay ka muuqataa shabakada abaarso waa in laga arkaa maadaama qofkii muslim noqday waxa laga sheegayay waa inuu wax ka bedelaa sababtoo ah qof muslimna muslim baan noqday meeshayduna muxuu hayaa si kale u shaqeynaysa deew isqaban mayso marka isagana waxaan u sheegayaa waxa weeye maadaama aad islaamtay islaamnimadaada ha laga arko shabakada abaarso dugsiga abaarso ha laga arko jaamacadda barwaaqaha laga arko dugsiga kaabe ee muxuu hayay yaani muxuu hayay barbaarta ha laga arko intaas waa shabakada abaarse ha laga arko walaalayaal waad mahadsan tihiin wixii su'aalana fasax baad u tihiin waa yahay cabdi maalik inta badan xarigaaga waxaa la sheegay inuu yahay mid siyaasiya intii aad xabsiga ku jirtayna waxaa soo baxay warar sheegaya in la qorsheeyey in kiisas kale dhakada lagaa saaro si xabsigaagu u sii dhowraado sida kiiskii ka dhacay xabsiga gudihiisa ee warbaahinta badan lagu xidhay arrintaasi ma jirtaa waxa weeye haa way jirtaa in yacni maxkamad cusub aanay dadku ogeyn lagu furay xabsiga dhexe ramadaantii waad ogeydeenoo yacni wixii ka dhacay waad ogeydeen wariyaal halkayna la joogana waxa weeye waa lagu xidhay way noogu yimaadeen meesha marka waxa weeye arrinkii ayuunbaa muxuu hayay maxaaniga iyo maxaabiis kale nala ku eedeeyey maxkamad baa socotay laba bilood iyo dheeraad ha u dhibu caadi maxkamad baa socotay maxkamaddii waxa weeye go-aan bay soo saartay xeer ilaalinta ka hor anigu waxaan ka mid ahaa dadkii ay xeer ilaalintu ku weyday eedda ayaan ka mid ahaa oo ay igala noqotay waxa weeye waxay tidhi cabdimaalik isaga iyo rag kale kuma jiraan bale waxaaban ahaaba anigu waxa weeye way ogyihin madax badan baa meesha nagu soo booqatay taliyaal badan baa nagu soo booqday waxaan ka mid ahaa raggii maxaabiista dejinayey xaaladda muxuu ahaa dejinaya aan ka mid ahaa saaxiibo badan oo wariyaala iyaguna way ogyihiin warkaas marka sabab laygu soo darayba siyaasi baan u fahmay laakiin ilaahay markii dambe uu naga badbaadiyo waxa weeye maxkamaddu laba bilood iyo meelhaas inoo socotay waa layga saaray aniga iyo rag kale waxa layidhi caddayn kuma haysano cabdimaalik iyo raggaas rag kalena maxkamaddii go-aan bay ka soo saartay yacani muxuu ahaa waxaweeye markaa xukun bay ka soo saartay waxa weeye waa la sii daayey intoodii badnaa mid unbaa muxuu ahaa maqanaan ahaayo hore usii baxay ayuunbaa muxuu ahaa ay maxkamaddu saddex sano ku xukuntay marka taasi way dhacday arrinkaasa dhacay waa yahay dhib badan baad mudatay muddo badanna waa lagugu xidhay arrimaha dhaliilaha madaxweynaha maanta miyaad ka gaabsanaysaa mise halkii baad ka sii wadaysaa may walaal xaqa ka gaabsan mayno maha sheekadu madaxweyne iyo ashkhaas magaca laakiin waxaanan ka gaabsanayn inaynu wanaaga farno xumaanta reebno laakiin waxaa nagu maqaalaa in culaysyo kaaga yimi dhinaca faamiliga aad arrimaha uga baxaysa arrintaas ma jirtaa xaqa laga bixi maayo ilaa la dhinto ilaahay wuxuu yidhi bacda acuudu billahi min ashaytaan rajiim wacbud rabbaka xataa wacbud rabbaka xataa yaatiyaka alyaqiin ilaa intaad ka dhimaysa xaqa muxuu ilaahay caabud caabudaadda ilaahayna waxa weye sheegisa xaqa wax culaysa ma jiraan culaysa ma jiraan laakiin qoysku waxay jecel yihiin xorriyaddeeday jecel yihiin